بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض حل الوحدة الثالثة، الدرس الأول بمشيئة الله تعالى. هنبدأ مع بعض حل صفحة 191. أولا أسئلة الكتاب المدرسي. رقم 1، اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي. السؤال رقم 1 بيقول لي نظام نجمي يتكون من الآلاف الملايين من النجوم. نظام نجمي على طول يبقى مجرة، تمام. رقم 2، أجسام فضائية صغيرة تخضع لجاذبية الكواكب. إيه هي الأجسام الفضائية اللي بتخضع لجاذبية الكواكب؟ أنا عندي أي حاجة بتتجذب ناحية الكوكب على طول لجاذبية الكواكب، يعني هي كده تابعة للكوكب اللي معايا، تبقى على طول الأقمار. رقم 3، كتل متجمدة من الثلج والغازات وقطع من الصخور تدور حول الشمس. ايه هي اللي كتل منجمدة من الثلج والغازات؟ على طول المذنب او المذنبات، تمام. سؤال رقم 2، علل لما يأتي. رقم 1، كثافة الكواكب الخارجية منخفضة عشان الكواكب الخارجية دي مالها اجسام من غازات، تمام. يعني ايه اجسام غازية؟ الغازات كثافتها منخفضة. رقم 2، الجاذبية على سطح كوكب الارض اكبر منها على سطح كوكب المريخ. انا عندي زي ما قلت لك الجاذبية دي معناها ايه، او قوة الجذب دي معناها ايه؟ ان انا بشوف الوزن زي ما قلناها في الفيديوهات اللي فاتت، صح. طيب عشان اقارن جذب او قوة الجاذبية بتاعت حاجة لحاجة، يبقى انا هبص على الكتلة، لان الكتلة بتتناسب طردي مع الجذب او الوزن. طيب كان في قانون معانا اللي هو ايه؟ كتلة وعجل الجاذبية. عجل الجاذبية ثابتة بمقدار الكوكب اللي معايا ده، او بمقدار المكان اللي انا واقف فيه ده، تمام. هي ثابتة للمكان اللي انا واقف فيه، لكن الكتلة ثابتة للحاجة نفسها. فانا عندي الحاجة نفسها كتلتها هي اللي بتفرق عن الجذب بتاعها، تمام يا سيدي، تمام. رقم 3، لا يقيس علماء الفلك المسافة بين النجوم بالكيلومترات. انت عندك لو جاي مثلا طريق سفر من حتة داخل مصر، مثلا من القاهرة لاسكندرية، بتقول مثلا المسافة كذا. طيب لكن لو هتيجي في الحتت، ليه؟ لانها مسافة محصورة. لكن لو هتيجي في الحتت اللي بعيدة بقى، زي مثلا ايه؟ المسافة بين القمر ومش عارف مين، المسافة بين ايه وايه، دي مسافة كبيرة جدا، فاحنا مش هنعرف نقيسها بالكيلو متر، هنعوز المتر اللفاف ده اللي هو ايه، بيقيس الاراضي وبيقيس بيه الارض والبيت ده، مش عارف مساحته كام. لا مش هنعرف نقيس بالكلام ده، تمام. هنعوز ادوات شديدة شوية. رقم 3، قارن بين كل من 1 النيازك والشهب. انا عندي الفرق ما بين النيزك والشهاب ان النيزك ماله كتلة صخرية كبيرة بيحترق سطحها الخارجي فقط عند اختراقها فين للغلاف الجوي. طب الشهب او الشهاب ماله؟ هي كتل صخرية صغيرة. الفرق ما بين النيزك والشهب اهو ان النيزك كانت كتلة صخرية كبيرة، لكن الشهب دلوقتي كتل صخرية صغيرة. الشهاب بيحترق كله او تماما عند اختراق الغلاف الجوي للارض، لكن النيازك مالها؟ بيحترق سطحها الخارجي فقط. لازم تحدد المصطلحات الصغيره دي، ماشي. رقم 3، الكويكبات والكواكب. الكويكبات مالها؟ اجسام فضائيه صخريه متفاوته الحجم. يعني ايه متفاوته الحجم؟ يعني ممكن منها كبير منها صغير، تمام. بيدور معظمها في منطقه حزام الكويكبات، ماشي. انما الكواكب انا عندي عددهم محدود، شكلهم كروي، اللي هم كام اصلا عددهم؟ 8، 8 اجسام، شكلهم كروي، بيدوروا حول الشمس اتجاه مع بعض، بس الاتجاه ده فين؟ عكس عقارب الساعه، او عكس دوران عقارب الساعه، تمام. المدار بتاعهم دائري بيضاوي في الرنج ده. انت عايز تكتب الاثنين ايش؟ يعني احنا براحتك يعني. رقم 3، الكون والمجره. الكون الاول بيقول لك ايه؟ ان الكون ده الفضاء كامل. يعني ايه الفضاء كامل؟ اللي هو فيه بقى يا سيدي كواكب، اقمار، كائنات حيه وكائنات غير حيه، والحاجات اللي انت في دنيتك كلها، تمام. انت لما تيجي تقول ايه؟ الكون كله، فاهم؟ يعني زي مثلا محمد العواضي كان بيقول لياسمين عبد العزيز وحش الكون، اللي هي ايه؟ مفيش زيها في الكون كله، بما فيه بقى ايه؟ كواكب، اقمار، مذنبات، كائنات حية، كائنات غير حية، فهمني كل حاجة بقى، يعني ما شاء الله زي ما انت عايز تقوله. طيب المجرة مالها؟ المجرة الوحدة اللي بيتألف منها الايه؟ الكون. يعني ايه الوحدة اللي بيتألف منها الكون؟ يعني يا سيدي عندك مجرة ومجرة يديني كون. ايه ده السهولة دي؟ زي مثلا الجزيء او الجسيم هي وحدة من المادة، فانت عندك المادة عبارة عن جسيمات جنب بعضها،
طيب الكون عبارة عن مجرات جنب بعضها. تمام. رقم 4، أكمل ما يأتي. رقم 1، قوى الجاذبية بين جسمين تتوقف على إيه وإيه؟ أنا لسه قايل لك من شوية، جاذبية الأرض غير جاذبية المريخ ليه؟ عشان خاطر الفرق بين الكتلة. تمام، يبقى الكتلة هي اللي بتحدد قوة الجاذبية بين الجسمين. طيب في حاجة تاني، لما احنا كنا بنقول قبل كده ان احنا بنعتمد على البعد بين المركز، تبقى على طول المسافة معايا كمان، هي كمان بتحدد، يبقى الكتلة والمسافة. رقم 2، اكبر الكواكب حجما هو مين؟ مشتري. طيب كوكب كثافته عالية جدا جدا جدا، مين هو؟ كوكبنا العزيز اللي احنا عايزين نطير منه، كوكب الارض. رقم 3، اقرب كوكب للشمس هو مين؟ عطارد. وابعد كوكب عنها هو مين بقى؟ ابعد كوكب عن الارض نبتون. تمام. سؤال رقم 5، اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. رقم 1، تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ايه؟ بيضاوية، شبه دائرية او بيضاوية. هو هنا قال لك ايه؟ دائرية بس، مش شبه دائرية، يعني دائرية مش دائرة كاملة. يعني مثلا انت ممكن بص، هي بتلف كده بس، بص المسافة دي كلها هبقى اكبر من المسافة دي كلها، فاهمني؟ فهي لما بتلف فاهمني؟ هي دايرة اهي، بس الدايرة جميع انصاف اكترها متساوي، لكن هي مش جميع انصاف اكتر اللفة متساوي. تمام. رقم 2، اي الكواكب الاتية تكون الجاذبية على سطحه اكبر؟ يعني ايه في الكواكب اللي هتشوفها دي الجاذبية على سطحه اكبر جدا جدا جدا؟ احنا متفقين ان الجاذبية بتختلف على ايه؟ الكتل، والكتلة بتعمل مع الكثافة، والكثافة بتعمل ان الارض هي الاكبر. تمام. السؤال ده انا كنت بحاور عليك فيه يعني، فقشطه. يعني ايه ان احنا عندنا الكوكب ده قانون المفروض تتدرج فيه من اولى اعدادي لعند تانية ثانوي، وبعد كده تكبر بيه بقى، انك عندك مثلا الكتله بتاثر معاك على الكثافه. يعني الكثافه عباره عن كتله وحجم زي ما انت خدتها في الترم الاول. بعد كده انت عندك لما خدت الترم الاول برضو ان الكتله بتاثر على الوزن. طب الوزن ده دلوقتي بيأثر على ايه؟ بيأثر على الجاذبيه، فيبقى اكتر الجاذبيه مين؟ الارض. قشطه، دي هي المفروض الكلام ده عندك في الدرس، بس ايه المعلومات اللي انا بقولها دلوقتي، انا بحب اعيد المعلومات واعيد وازيد فيها، واقول لك المعلومات الاكبر منك عشان خاطر لما تخش بعد كده تقول ربنا يمسيه بالخير يا رب. رقم 3، تشتمل المجموعه الشمسيه بجانب الشمس على ايه؟ المجموعه الشمسيه دي فيها 8 كواكب بس؟ لا، كويكبات ونيازك ومذنبات فقط. كواكب ونيازك ومذنبات فقط يا جدع، بدل ما في فقط اعرف ان هو ايه بيقول لك كنسل دول اصلا، يعني هو قال لك فقط ارمي بعيد. طيب نجوم وكواكب يا جدع، ما عندي نيازك وحاجات، ماشي، يبقى على طول 8 كواكب بجانب الكويكبات والنيازك والمذنبات. رقم 6 بيقول لي بعد كتابة الكلمات الأفقية التالية، أوجد الكلمة الرئيسية. يعني إيه أوجد الكلمة الرئيسية؟ المختفية، ووضح أهميتها. يعني إيه؟ يعني أنا عندي هو عايز في الآخر يوصل للصف ده هيكون لي كلمة معناها عامل ازاي. طيب انت هتجاوب على الاسئلة دي كلها بالوضع اللي هو عامله لك ده. 1 هتكملها كده، 2 اهو، 3 قدامها اهي، 4 اهو. طب لو 5 هنا ف5 انت هتكملها كده، لكن 5 اهي. تمام، 6 اهي، 7 اهي. لو حاجة كانت الرقم هنا فانت هتكمله للاخر معاك كده اهو. تمام، يعني انا ممكن اعمل لك دي مثلا 8 هنا، ف8 يبقى انت هتكمل راس. قشطه، جاوب لي على اول سؤال، ابعد كوكب في المجموعه الشمسيه هو؟ الله ينور عليك، لسه حلينه هناك. اسمه ايه بقى؟ نبتون. تمام. رقم 2، سادس كوكب بعدا عن الشمس. سادس كوكب بعدا عن الشمس مين هو؟ زحل. انت من كوكب اخر يا ليو. زحل. انت من كوكب زحل. رقم 3، كتلة صخرية تسقط من الفضاء وتصل الى سطح الارض، ايه هي؟ قلتلك كتلة صخرية بتقع على سطح الارض. قلتلك ايه؟ نيزك. ماشي. رقم 4، النجم الذي تدور حوله جميع الكواكب، مين النجم اللي بدور حوله جميع الكواكب؟ انا. ايوه انا النجم اللي انت كلكم يا كواكب بتدور حوالي. حصل، ماشي. الشمس. رقم 5، جسم كروي يدور حول
الشمس. مين الجسم ده؟ كوكب. يا شوية كواكب. رقم 6. كل ما خلقه الله من فضاء وأجرام سماوية اسمه؟ كون كالماء. تمام. كون. رقم 7. أجسام فضائية تحترق في الغلاف الجوي للأرض، مين هي بقى؟ قلت لك ايه، احنا بنميز ما بين النيزك والشهب. خلصنا الأسئلة، جمع لي بقى الكلمة الحلوة ده، ايه هي؟ تلايا ساكوب. ماشي. تلسكوب. كي. كي. تاء لام ياء سين كاف واو باء. تلسكوب. طيب بيقول لك ايه تاني؟ وضح اهميته. اهميه التلسكوب ايه هي؟ رؤيه الاجرام السماويه. ماشي يا سيدي، وعلى خيره الله خلصنا حل اسئله كتاب المدرسه. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون على اسئله كتاب الامتحان ثانيا ان شاء الله.